وهلا ختامها مسك يا هاني مع لعب وجاد مع جاد. رجعنا هلا مع لعب وجاد مع الكبير هاني رمزي والقصير هشام حداد. كيف كتر خيرك. هيدي اللعبة اسمها 3 بواحد، لأن في 3 ألعاب وفي رابح واحد، واللي بيربح بالأخير بيطلب من الثاني يعمل شيء. أنا بعتقد اللي خسران بده يرقص بلدي إذا ما عندكم مشكل. مصري يعني. بلدي. أول لعبة هي بدنا نشوف مين بفوت طبيت أكثر بالكبس. أول لعبة 30 ثانية، كل لعبة هي 30 ثانية. أوكي. وبنشوف مين بفوت أكثر بالكبس، بس يخلص 30 ثانية بنعدهم، والتوقيت بس مرشونا 30 ثانية على على الشاشة بليز. بلش توقيت هلا. شو خد كثير وكب، خد كثير صعبة. لا كثير صعبة. ايه ده؟ ولو ما كتير صعبة يا خيي. وحدة مين؟ وحدة يا عم. ايه ده؟ 0-0 تعادلنا. اوكي، أول لعبة 0-0، ما حدا حيربح. تاني لعبة إلا ما حدا يربح. لك شو ها؟ خلص واقف. صعب كتير. هلا تفضل. شو هلا بقول لك؟ انت بتصعبها. ايه ايه صعبين. شو بدي ربحكم هيك في رقص بالدق؟ شكلنا نرقص معك. خلصوا 30 ثانية ومش عم فوت. اوكي، معكم 30 ثانية كرمال شو؟ بدكم تركبوا الكبايات، وحدة بيضة وحدة سوداء، وحدة بيضة وحدة سوداء، وبتأخر 30 ثانية بنشوف مين عبى أكثر كبايات هو اللي بيربح، والوقت ببلش هلا. اسود ابيض، ايه مش اذا 2 بيض ما بينحسبوا، 2 سود ما بينحسبوا. لك عم يتسمسم. ايش عامل ايه يا هاني؟ عم يتسمسم. لا بعيد عنك كله لازم. لا هاني اخذها جديه كثير. عاوز يربح. فرجي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 كباية. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. وين رابح بهيدي اللعبة هو هاني رمزي؟ على فكرة بعد في آخر لعبة، على فكرة بعد في لعبة خسرت أكيد. هشام از فيري كومبتيتيف، إذا خسر بيقعد تحت الدوش وبيبكي يعني. ف والله؟ إيه. لا ولا هلا شي زعلان؟ لا بعد اخر لعبه اللي هي كمان 30 ثانيه اللي بدكم تعملوه. هول البوستتس. شو هول يا خيي؟ معكم 30 ثانيه لتشوف قد ايه بتلزقوا بوستتس على جسمكم، وبدي عد اللي ملزق اكثر هو اللي بيربح. يعني لزق على جسمه؟ لا ايه؟ على جسمك. ايه لا حالك. كل واحد على حاله. كل واحد على حاله. ماشي. شوف مين بيلزق اكثر. ممنوع تلزق 2-2، بدك تلزق وحده وحده وحده. اوكي، والتوقيت ببلش هلا. لا استنى استنى استنى، ما بيمسكش. عارف شو عمل؟ على القميص، على القميص. يا عم ما بيمسكش. طب بص، وقع كل الواحد. واحد وقع كل الواحد. لا بص، لا عد بقى، عد اللي هنا. لا لا ابيو ابيو ابيو، عد 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 اللي وقع. هيدي اللعبه ربحها هشام والله. وبما انه صار في تعادل، انا برايي اثنيناتكم رح ترقصوا بلدي مع بعض. لكن اعطيني بلدي بس قبل، خليه يختم الحلقه. هاني رمزي الاسطوره الكوميديه المصريه كان ضيف كثير هالقد لليله على تلفزيون لبناني، لأول مرة نجم بهيدا الحجم بيكون معنا. أهلا وسهلا فيك هاني رمزي. لألك الختام بشخصية غبي منه فيه، بس قلن منشوفكن الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من كتير هالقد. منحبك قوي هاني، اديني بوسة يا هاني. أنا بحبك قوي يا حبيبي. وأنا بحبك والله العظيم. لألك
متذكر جدا يعني على اللي انتوا عاملينه ده كله بطراعه. شكلك فاهم يا نصر. يا نصر. واحد اثنين ثلاثة روح. ارخص لك الغالي يا اللي مسح قلبي.